في طقس في طقس رائع جدا بصراحه. جو كره، جو يساعد اللاعبين على التسلق، لذلك نتوقع ان نشاهد كره قدم ممتعه. حديث اللاعبين، يلا اعطوني ما لديكم، قدموا كره القدم اللي ننتظرها اليوم. هذه هي متعة كرة القدم، الأجواء المشتعلة في المدرجات، كل شخص يتمنى أن يكون من بين هؤلاء المشجعين. شير عادي يا جماعة، وتنطلق المباراة بالفعل. لمسة على اليسار وصلت إليه، هذه فرصة يعود بالتسديدة في اتجاه المرمى. كرة للجناح، مرت البينية بشكل جميل، وصلت إليه غريزمان. باصي لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. بشكل مختلف هنا، ربما في المرة القادمة يتعلم من الدرس إذا كان هنالك مرة قادمة. كازيميرو، مباراة بشباك نظيفة حتى الآن. ميسي ينجح في هذا التحدي، الكرة تصل إليه، العرضية بل أنتوني غريزمان. يلا الكرة راسية، محتزين بكل هدوء، لا يمكن إيقافها بسهولة. لعبة رائعة، من يعرف كيف يتخلص من الرقابة، يعرف كيف يتعامل مع الضغط، هذه سمات اللاعب الكبار. تغير كل شيء، أصبحت النتيجة 1-0. لوكا مودريتش، تمريرة جميلة، لم يكن عنده الفرصة ليفوت مثل هذه الكرات. إنهاء رائع للهجمة، هذا يقول لك السهل الممتد، استغلال الفرص، استغلال المساحات بدون أي مجال للاستعراض. الكرة بشكل رائع في اللقطة الماضية، يواصلون نستهدف المواعيد مع الشوط، ربما يكون حاسم. غريزمان عليه لا يمل نفسه على ضيع هذه الفرصه، كانت هجمه واعده لكنه تاخر كثير في اتخاذ القرار. فات الميعاد، كره الى الامام، الضغط يولد الاخطاء دائما. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، وحاول الاختراق بتمريرة طولية لكنها لا تنجح. براين الجناح، تمريرة لم تكن دقيقة. حلول كثيرة كانت متاحة في هذه اللعبة، لقد كان بالإمكان أفضل مما كان، ضاعت فرصة متاحة وخطيرة جدا. والآن وقت إجراء تغيير مع توقف اللعب، واضح أن الهدف هو استغلال سرعته في الرد بالكرة وخلق خطورة مستمرة على الخصم. كرة طويلة للأمام، ميسي يهرب في الجهة اليمنى، لمن هذه الكرة يا ترى؟ قراءة ممتازة وقطع للكرة.
ينجح في بعثها المناطق الخطورة. تمريرة طويلة في اتجاه متازلة. التركيز والعزم على تحقيق الفوز في هذه المباراة. أمر لم نشاهده كثيرا من فرق ترمى بالتعادل في الدقائق الأخيرة. الكرة ملعوبة من المسافة. يلعب كرة للجانب الأيمن. وتخرج الكرة إلى ربيعة الدمي. Number 27. يمكن الفوز في هذه المباراة لو استغلوا هذه الفرصة جيدا. تقدم في هذا التوقيت راح يكون قاتل بكل تأكيد. والآن هالاند في منتهى الرابع بسرعة. المنطقة الأمامية الآن في فرصة من أجل التقدم في الوقت القاتل. من المهم التركيز من أجل استغلال أي فرصة متاحة. وتنطلق